أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم لجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا شديد إذا هم فيه مبلسون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار. أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار. أفلا تعقلون. بل قالوا
لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قل أفلا تتقون. قل قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض.
ادفع بالتي هي أحسن السيئة. نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن قالوا
فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا وأنت خير
أرحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم.